وبأولى فقراتنا رح نروح فرح لنحكي فيها عن موضوع جدا بهم الأمهات، وأحيانا نشوف طفل عنده مشكلة بالتأتأة، مشكلة بالنطق، وحسب دراسات كتير أثبتت اليوم أنه هذا العنف ممكن يأثر على بنية الدماغ. هذه الدراسات قالت أنه مشاكل الأطفال معظمها عم تكون بسبب التعنيف، إن كان الجسدي أو البدني، عم بيكون في تأثير جدا سلبي على موضوع النطق أو موضوع التأخر بالكلام، التأتأة وغيرها من أنواع الصعوبات. خلينا اليوم هيك نروح نضوي على هاي الفقرة ونشوف اليوم هذا الطفل قد ايه حيأثر بشكل سلبي هذا الموضوع عليه، إن كان بموضوع المستوى الدراسي، إن كان بين محيطه. هذا الطفل حيكون أكيد عرضة للتنمر بين أقرانه، وأيضا حيكون في تواصل وصعوبة التواصل بينه وبين الكادر المدرسي. طبعا رشا، للأسف مثل ما منقول أخطاء كثيرة ممكن يوقع فيها الأهل أو حتى الوسط المحيط أو حتى الكادر التدريسي. هاي المشكلة يلي إلى فترة طويلة عم نسعى فعلا بالتعاون مع وزارة التربية للحد منها. إذا بدنا نقول اليوم وبهذا الواقع وبهي الصور المؤلمة يلي يمكن ما عم نقدر نحن نعفي أطفالنا أو نحميهم من هي المظاهر، وعم نضطر فعلا أنه هن يشوفوا أو حتى جزء بسيط أو حتى يشاركوا أصدقائهم فيها. فاليوم يمكن هي الصور عم تترسخ بذاكرتهم وعم تنعكس بشكل سلبي وكتير كبير، إن كان بنطقهم، خاصة الأطفال يلي اليوم عم يبلشوا بنطق الأحرف. كيف إذا كان أثر على بنية الدماغ بشكل كتير كبير؟ طبعا هذا الموضوع رح نحكي فيه بالتفصيل، مشاكل وصعوبات النطق والكلام، وأيضا العنف إن كان جسدي أو حتى عنف لفظي اللي ما بيقل خطورة عن العنف الجسدي. كل هاي التفاصيل رح نحكيها مع الأخصائية التربوية والنفسية الدكتورة خنساء البدوي. يسعد صباحك دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك حبيبتي. بداية خلينا هيك ننوه أنه مبارح 22 شهر كان اليوم العالمي للتأتأة. يمكن كثير ناس تستغرب أنه في يوم عالمي لهي الصعوبة، ولكن هي كان رسالة جدا واضحة لأهمية هي الصعوبة، واليوم الاعتراف فيها. اليوم هي مشكلة لحالة عند الأهالي، تمام. عدم الاعتراف أو إخفاء الطفل خارج الضوء. خلينا بداية نروح لموضوع العنف، وللأسف اليوم عم نشوف واقع عم يحمل عنف كتير كبير. قد ايه هذا الموضوع بيأثر بشكل سلبي على موضوع الكلام؟ طبعا أكيد أول شيء نحن بنتمنى دائما السلامة لأطفالنا بشكل كامل، مو بس بمنظومة نطق أو بمنظومة كلام، لا، دائما بنتمنى السلامة العقلية، النفسية، الجسدية ككل. دائما نحن وقت اللي بنقول طفل، معناته أنا عم بحكي عن المرحلة الحساسة عند الإنسان، يعني البنية الأولية للتربية، البنية الأولية للانطلاق للحياة، البنية الأولية لترميم الآليات الدماغية حتى الكلامية، حتى أن أكون أنا عندي شخصية وتكوين شخصي. فنحن وقت اللي بنقول أنه نحن اليوم أطفالنا بعمر 5 سنوات و6 سنوات عم يشوفوا الصور المؤذية، سواء كانت على الشاشات، على الموبايلات، سواء كان بالشأن الحياتي، سواء كان بالمدرسة، هون أنا عم خزن كطفل أو عم بسمح للدماغ تبعي أنه يتلقى هاي الأشكال العنف والعنصرية حتى ولو كان بصورة بعيدة. يعني اليوم نحن خلينا نقول، إذا بدنا نقول على الطفل اللي عم يشوف الصور المؤذية بفلسطين لطفل عم يبكي أو عم يتشوه أو حتى عم يحاول يصرخ، عم يحاول يحكي ليلبي حتى ولو حاجة حياتية بسيطة وهو مو قادر، نحن هون عم نقول الطفل عم يتراجع. طب ليش أنا عايش هو لا؟ ليش أنا عم بتألم هو عم يتألم أنا لا؟ ليش هو مو مثلي أنا؟ فهنا أنا بلشت غيب الطفل عن واقع سليم معافى لواقع مهمش متألم وحشي، تماما. فهون أنا أول الأشياء اللي ممكن أشوفها أنه أنا كطفل بلشت خزن. حتى أغلب الأطفال مدام رشا بتلاقيهم أنه هن بيخزنوا آلية الألم، ولكن مو فورا بيعطوك إياها كآلية ألم. يعني اليوم أنت ممكن تعصبي على بنتك بالبيت لموضوع كتير بسيط، أو حتى يعني أنه تسحبي منها شيء بطريقة عنف، هي ما تواجهك أنه ماما أنت ضايقتيني بهي المشكلة، ولكن عكبر ترجع تعيد لك إياها ذاتها، خزنها المشكلة ذاكرة هذا المشهد، وحتى تعطيكي تفاصيل أنه أنا بهذا العمر وقت كنت صغيرة أو بالروضة أنت سحبتي، وحتى ممكن نشوفها بتصرفاتها مع أصدقاء، هذا الشيء ممكن تتبنى أسلوب التصرف. فنحن هون وقت اللي بنشوف الطفل عم يتصرف مع طفل آخر بعنف، هون عم يكون عم يعمل ردة فعل عكسية، تمام. أنا ما بقدر بتصرفها مع أمي لأنه ممكن تعطيني رد فعل أكبر، فأنا بخبيها مع مين بتصرفها، مع الأقران ممكن، تمام. بالمدرسة أو بالروضة.
الروضة، ولكن وقت اللي بيكون الشيء مخزن هو أصعب. وقت اللي بتشوفي طفل عم يعطي ردة فعل، معناتها هو عم يفرغها أو الشحنة السلبية تبعها عم يفرغها، عم يعطيها للمجتمع حتى لو بصورة سلبية. دكتورة، خلينا نحكي عن لب الموضوع وجوهر المشكلة. اليوم لما بنحكي نحن عن العنف وتأثيراته الكتيرة، أول تأثير وأخطر تأثير هو تأثيره على الكلام أو حتى طريقة نطقه لهذا الكلام ومخارج الحروف. وكثير بنسمع أنه طفل يمكن عمره 5 سنين للأسف لهلأ ما نطق، أو طفل مثلا ممكن مثل ما بنقول نحن باللهجة العامية المتعارف عليها مثلا بيلدغ بكثير أحرف وبتصير بقى صعوبة بتقويم هذا النطق. خلينا نحكي عن العنف وقد إيه له تأثير على طريقة النطق الصحيحة وأيضا على بنية الدماغ. تمام. هلأ مثل ما حكينا أنه العنف هو كل سلوك مؤذي للطفل سواء كان جسدي أو نفسي أو حتى كلامي. اليوم كطفل إذا بتشوفي أنت مثل ما حضرتك عم تقولي عنده لدغات بالأحرف، فأنا مو ضرورة يكون السبب الرئيسي والأساسي للطفل هو عنف، أو مثلا بيكون عنده تأتأة أنا ممكن يكون السبب هو عنف. ممكن هون أنا أروح للآلية الوراثية تبع الطفل، ممكن أروح للجانب العقلي تبع الطفل، ممكن أروح حتى للجانب الجسدي تبع الطفل. يا ترى هو في عنده اكتمال بالآليات الجسدية مثل السمع، يعني أنا سمعي سليم، ما بعاني من أي خلل بالآلية السمعية، ما عندي أكياس مائية عم تساعد وتساهم بهي تعمل صمم للكلام، أو أنا ما عم بسمع الكلام بحرفيته الكاملة. ممكن نحن نشوف الطفل عنده الآلية الدماغية أو العقلية هي غير سليمة، يعني عندك الأطفال يلي ممكن يتأخروا كلاميا مثل أطفال التوحد والمتلازمة. مو شرط دائما التعنيف هو يكون سبب لتأخر الكلام. وقت اللي بيكون التعنيف هو سبب، ممكن يكون طبعا أكيد وسبب كتير كبير، لأنه نحن اليوم بنرجع بنقول وقت الطفل بتعنف فيه فهو ممكن يعمل ردة فعل ثنائية، ممكن أنه هو يتقبل الردة ويعطيها للمحيط برد آخر، أو ممكن يخزنه ويصير عندهم مشكلة نفسية. نحن كلاتنا بنعرف أنه بوادر التأتأة أو الاضطرابات بالكلام هي بوادر نفسية، لأنه التأتأة شيء كامل لا يظهر إلا بعامل نفسي محرض، مثل الطفل يلي عم يفقد أبوه، مثل اللي عم تشوفه بفلسطين، مثل اللي شفناه أثناء الزلزال اللي صار بسوريا. يعني هون شفنا مشاكل نفسية واضطرابات بالكلام عند الأطفال بشكل واسع. تماما. يعني اليوم نحن ما فينا نربط موضوع التأتأة بالعنف بشكل يعني حصري. اليوم عم ضوي على هذا الموضوع كونه نحن مرقنا مبارح باليوم العالمي له. عم نشوف أشخاص نحن أحيانا عم يصابوا فيه عن كبر، يعني ما عم تكون بمرحلة الطفولة. شو اليوم أهم الأسباب؟ هل اليوم العنف عم بيكون هو السبب الرئيسي بهي الاضطراب؟ هلا نحن سواء كان تأتأة أو أي آلية كلامية، ولكن التأتأة هي كل إنسان معرض لها، لأنه هي شيء كامن. كلياتنا بآلية الكلام تبعنا معرضين بلحظة من اللحظات أنه أنت تلكي أو تحسي حالك أنه أنت كررتي الحرف أكثر من مرة. فهي الآلية ممكن تجي على تعب، مثلا أنا تعبت كثير اليوم، فممكن يكون الكلام عندي فيه اضطراب، فحس حالي أنا رحت لأنزواء تأتأة اليوم بكلامي. بتفيقي ثاني يوم الصبح طبيعي عادي، كان السبب وراء التأتأة تبعك لمدة يوم أو يومين أو أسبوع هو سبب تعب او هاجس تعب. بنروح للجانب النفسي اللي هو اللي بيكون المداعم الاكبر للطفل، مثل ما حكينا انه ممكن يكون العنف سبب اكيد ولكن مو سبب رئيسي واساسي. ممكن يكون السبب وراء ظهور التأتأة، ولكن احنا ممكن تكون التأتأة سببها صدمه انفعاليه، ممكن تكون ضربه راس، ممكن تكون جلطات، ممكن تكون حتى يعني اذيه دماغيه، لانه هي اكيد متعلقه بالدماغ ككل، لانه يعني عاليات الكلام اكيد المحرض الرئيسي والاساسي لها الدماغ. تماما. دكتورة، في حال تنبه الأهل بشكل مبكر يمكن هي المشكلة، أنه طفلنا يمكن ما عم يحكي بعض الجمل مثل باقي الأطفال، وبعض الأطباء ممكن قادرين يحددوا كم الكلمات كحد أدنى أو حد أقصى للأطفال، فاليوم شو هي الخطوات الأساسية؟ لأنه دائما اكتشاف المشكلة ببدايتها هو شيء كتير مهم بأي عارض صحي ممكن يتعرض له، إن كان نفسي أو جسدي أو أي شيء. أكيد. فكيف ممكن نتصرف؟ هلأ نحن بنقول دائما أنه الأهل بالبوادر الأولى للكلام، أنا كطفل وقت اللي بيكون بحضن الأم بالذات بالمراحل الأولى هو لازم أكيد يكون عم يتلقى آلية النظر، وكلياتنا أكيد بنشوفها مع الأم بشكل تلقائي. بعمر السنة أنا بدي أطلع عم بحكي 4 كلمات من 4 إلى 6، هي طبعا بتعتمد على قدرات الطفل. بالسنتين لازم يكون عم طلع من 20 ل 30. بنسمع كمان لازم نحاكي كثير الطفل. أكيد.
صح. اكيد، لانه انت حتى لو كان الطفل بالمهد بعده صغير، طول ما انت عم تحكيه عم تعطيه محرض، عم تعطيه انه قدره لحتى يتكلم او حتى يصير يحكي معك حتى لو باسلوب المناغه. يعني بصير بتحكي معه فهو بكاغيلك، يعني بتحسي انه هو فهمان عليك ومتواصل معك. فاليه الكلام الاولى هي اليه التواصل البصري. اليوم انا اذا الطفل ما عنده تواصل بصري معناها اكيد ما راح بيكون عنده اليه كلام سليمه، لانه اساس الكلام هو تلقي الكلام من الفاه. يعني انا اليوم وقت اللي بدي احكي معك انت عم تطلعي مو بس على عيني، على حركه الشفاه تبعي. هذا عدم التواصل ممكن يكون مؤشر طبعا لمشكلة؟ اكيد. ونحن دائما بنقول عدم التواصل البصري عند الطفل معناتها في مشكله خلفه. ممكن يكون انا عندي تاخر نمائي، اضطراب عقلي، ممكن يكون عندي مشاكل كامنه انا لازم ساعد على هذا. طيف توحد دكتور؟ طبعا اكيد ممكن. اكيد طبعا. هلا هون نحن بنقول دائما طيف التوحد الى الان ما فينا نجنيه بشكل مبكر. يعني نحن ما فينا نقول ابن 6 شهور يلا عرفناه هو طيف توحد. مثل البعض بلش يصنف انه ابن 10 شهور هذا لانه ما عم يتواصل تواصل بصري معناته ممكن يكون طيف توحد. لا، ممكن يكون انا عندي اذيه بالاذن، او ممكن يكون الطفل عنده صمم ما له قدران يسمع. يعني فهون مش بتكون المشكله هي انه انا ما عم بسمع، فما راح اقدر اتلقى منك اليه الانتباه لحتى اعطيكي مثير بصري. طيب خلينا نروح هيك شوي للمقارنه ضمن الواقع اللي عم نعيشه اليوم. وقت بنقول عنف عم نحكي عن العنف البدني والعنف الجسدي. اليوم الطفل اللي عم يتعرض على هذا العنف داخل المنزل، واليوم نحن من خلال الصور الفيديوهات الواقع كمان اليوم الطفل عم بيشوف كثير صور من العنف، هل اليوم تأثير النوعين حيكون نفسه على الطفل بنفس السلبية، أو يمكن يكون اليوم الشيء الخارجي اللي عم نشوفه هو مؤقت وحيروح؟ يعني الذاكرة ما حتحتفظ فيه كثير لأنه هو ما عم بيعيش يومه مع هذا العنف. يمكن هذا الطفل يكبر ويصدر العدوانية للآخر. ما بين النوعين أين السلبي أكثر؟ يعني هلا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي الطفل صار يحتك بالموبايل والشاشة بشكل أكبر. سابقا نحن اذا بنرجع للاعمار تبعنا نحن وصغار ما كان موجود الانترنت بشكل متوسع، ما كان الموبايل هو موجود بايدينا نحن وصغار مثل ما هلا ولد السنه بيمسك الموبايل. ادمان دكتوره. تماما. يعني حتى بتلاقيه عنده مثير انتباه فظيع. كان يا دوب نحن برمجرك طبعا اطفال السنجبيل وهدول الاساس كان يا مكان الحد يعني. فنحن كان المثير تبعنا يختلف تماما عن المثير البيئي اللي هلا عم يتواجد فيه الطفل. اول سؤال ممكن يسالك يا الطفل انه ليش هذا عم يتعرض لهذا الشيء، انه ليش عم ينضرب ونحن ساكتين، خلينا نروح نساعده. يعني فهون بصير الصوره لصيقه الدماغ عند الطفل بانه انا كيف ممكن ادي مساعده لهذا الطفل، او كيف انا ممكن انه. فبتلاقي في اطفال بتجمع بعض الاشياء انه انا بدي اروح اعطي ماما كيف الطريق مثلا، او شلون بدي اروح لعنده. فهو اليه انشغال بشكل كامل. هون نحن بنقول دائما بيرجع للاهل كيف ممكن يلفتوا انتباه الطفل لشيء اخر، او كيف ممكن انت تلفتي انتباهه لشيء معين. يعني انه انا بعده عن الصوره يلي شافها، ولكن نحن بنقول دائما هي وجود تواصل اجتماعي بايدين الطفل هو يلي عم يحرض لحتى يشوف هي الاساسيات. يمكن تاثير العنف داخل المنزل حيكون سلبي اكثر على طبعا شخصيته. اكيد، لانه نحن وقت اللي بتعيطي على ابنك غير وقت اللي بتضربي. الضربه بعدها كلمه حلوه ممكن تنسي اللدغه اللي التدغى منك صح. ولكن الكلمه السيئه او العنف الكلامي هو لصيق الدماغ والذاكره. قد ما كبر راح بيتذكر، حتى بيرجع بعيد لك اياهم بالارشيف. بتتذكري وقت حكيتيني كذا وكذا وكذا؟ طب انت مخزن يعني انه نحن انتهينا وتصالحنا؟ لا، انا بعدني متذكرهم. في اشخاص كثير عندهم هي الذاكره طبعاً. اكيد يعني. اكيد ايه عن جد دكتوره يعني. بس للاسف اليوم يعني هذا الوعي وهذا الادراك تأثير الكلمة. اليوم الطفل لما بيسمع هذا المخزون من الكلام السيء لما بيكبر قد ايه هو مدى تأثيره على شخصيته؟ خلينا نقول قد ايه بتختلف بين شخصية طفل وآخر؟ طفل ممكن نتيجة ردة الفعل يحاول يكون شخص آخر بعيد تماما عن الحياة اللي تعرض له، طفل آخر ممكن تنعكس هي الصورة ويمارس على أطفاله كل شيء تمارس عليه. المرحلة الجينية برحم الأم بتلاقي الطفل عم يعيش بأنظف محيط، عم يتربى بطريقة إنه أنت عم تراعيه بأبسط التفاصيل حتى بأسلوب النفس. فوقت اللي بيطلع الطفل للمجتمع وبيشوف الآليات اللي كتير حلوة للأسف الشديد اللي نحن هلا عم نشوفها، أو الأذية السمعية اللي ممكن يتلقاها بكلام بذيء، أو ممكن العنف اللي ممكن يتصدر له بالمدرسة، أو حتى الضرب اللي ممكن ينضربه، وفجأة يكبر
الكبار، فهذا العنف المخزن عند الطفل بالذات بالعمر اللي خلينا نقول بفترة المراهقة فما دون، لأنه أنا بس أطلع عن عمر 18 سنة أنا قادر رد الإساءة إما بصمت أو أني أنا ردها بأسلوب ذكي كإنسان، لأنه أنا صار هون عندي محور شخصية، أنا قادر أنه أنا رد عليك بأسلوب ذكي، ويعني أنه أنا أقدر يا أما أوقفك عند حدك يا أما أتعاطى معك بموضوع آخر. ولكن من خليني أقول من 15 فما دون، هي نحن بنقول العمر الطفولي، هون الطفل بهي المرحلة هو مو قادر يكون عنده نتاج ذكي أو مو قادر يتصرف بأسلوب حياتي بحت، هون ممكن يتصرف بأنه أنا خزين بس أكبر أخبط وطبش بس لو قاطعتك دكتورة، نحن اليوم بما أنه عم نحكي عن هاي المرحلة الحساسة بنشوف كتير من الأطفال بيتربوا على مبدأ يلي ضربك ضربه تمام. وبعض الأمهات ما بيقبلوا بهذا الشيء، شو الصح بين هدول النقطتين بالوقت اللي نحن ما بدنا نربي طفل جبان وبنفس الوقت ما بدنا طفل عنيف؟ هلا الذكاء عند الطفل بأنه أنت تعطيه الآلية وهو يتصرف. اليوم وقت الطفل بتقلي له أنه أنت إذا في حدا معك بالصف ما معه سندويشة طعميه، أنت عم تربيه على الكرم، بس اذا انت بتقلي له اذا ما معه انت ما دخلك فيه، فانت هون عم تربيه على حب الذات. فوقت اللي بيتلقى الطفل كمان آلية تهميش من طفل له بالمدرسه يضربك اضربه، انت ممكن تعززيه بانه بس يضربك قل له انا مثلا سامحتك بوسه، فهو رح يتلقى. ممكن الطفل اللي ضرب هو ما عنده عاطفه وحنان او ممكن الاهل غير متفرغين له، فهو عم يتصرف برده فعل انه انا ما في حدا عم يحتضني، فممكن يكون الطفل الاخر هو المحتضن. فبتلاقي كثير اطفال على فكره بس تقلي لا اذا حدا ضربك حاولي انه نصير رفقه، تبوسي قعده على جنب، ثاني يوم تبعتي معه بسكوتي له، فانت عم بتلاحظي الفرق كليا لانه الطفل بينضحك عليه ببنبونه صغيره. الاطفال يعني باقل 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 الاشياء المتواجده تماما انت ممكن تضحكي عليه، بينما الكبير لا انت بدك تجيب السياسات والتدبير والحنكه والتعظيم و و و يختلف تماما عن الطفل. الطفل بابسط الاشياء انت عم تحاولي تكسبي، فمو دائما اكيد اسلوب الضرب هو اللي هو المباح. لا طبعا نحن ما عم نقول الطفل اذا انضرب ما يتعلم يضرب، بس ممكن في اسلوب انه انت بتشتكي للمعلمه ما بتمد ايدك عليه، ممكن المعلمه اذا ما مارست الحق كسلطه تعليميه ممكن انا كأم روح على المدرسه اسال الطفل ليش تصرف هيك، حاول خليه يبوسه يتقرب منه، اعطي الطفلين هديه. هلا طبعا نحن ما عايشين بمدينه فاضله اكيد بالنهايه، واكيد الخلل موجود مو دائما القدرة المادية بتسمح، ولكن كلمة بسيطة لطفل صغير تعني كتير. وهون النقطة يعني للأسف بهاي المرحلة ما بقى صرنا نسمع هاي إنه بوسه وقول له أنا سامحتك. اليوم الضغط اللي عم نعيشه ضمن الظروف يعني كل حدا يعني بده ابنه يطلع هو القوي، هو اللي عم يضرب ما نوع عم ينضرب، هو أكيد شخصيته قوية. أكيد هذا الشيء يعني نحن كأمهات ممكن ننبسط في أمهات إذا إجا الولد آكل كف تضربه الثاني، إنه أنت ليش لا تخليه يضربك يعني. فهي الثقافة كتير يعني أصبحت مهمة، شيء حتى بالمدارس عم يشتكوا منها يعني. خلينا نروح لموضوع اختصاصك هيك ما نستفيد من الوقت أكثر. اليوم أهم طرق المتبعة من خلال الاختصاص كون بأكثر من نوع من أنواع الاضطرابات، إن كان التأتأة وإن كان التأخر بالنطق، الأنشطة قديش مهمة اليوم أنه نحن نخلي هذا الطفل عنده ثقة بحاله أكثر، قديش مهمة اليوم نتركه يعبر عن رأيه، نكسر موضوع الخجل. طبعا أكيد دائما الثقة بالنفس هي المعزز الأكبر للحياة. اليوم الطفل يلي عم يتربى ببيئة حاضنة نظيفة عم بيتعلم كيف يحكي يرد بالأسلوب الصحيح، عم البيئة الكلامية عم تغذيه بشكل صحيح، بتلاقيه بالمجتمع هو فلهوي نحن مثل ما بنقول بالمصطلح العامي. بتلاقي طفل آخر عم يتربى ببيئة ضرب واضطهاد وتعصيب، بتلاقيه هو دائما منزوي. فهون انت كأم او انت كأسرة عم تسمحي للطفل يا يكون بهي الزاوية يا يكون بهي الزاوية. نحن دائما بأساليب العلاج تبعنا نتبع الدعم النفسي الأولي، يعني بالبداية قبل أي علاج بدك تعطيه للطفل لازم تكوني عم تعطيه دعم نفسي، لأنه دغري تجي بالعلاج أو بجلسات العلاج ممكن يكون هو من جوا مضطهد نفسيا، فأنا بدي شيء يريحني. بالذات الأطفال لازم خليني أقول تاخديه من زاوية اللعب، ممارسة الحياة، الضحك، الركض، كل شيء طاقات كامنة عنده تحرريها لحتى يبلش يستوعب من أكيلان. هلأ بس نبلش مرحلة العلاج، نحن دائما بنقول العلاج لصيق الأهل، يعني الأهل لازم يكونوا هنن عم يتناولوا العلاج
العلاج معنا ككل. يعني اليوم انا اذا بدي اعالج انا علي 30% كاختصاصي ولكن 70% على الاهل، لانه نحن دائما بنقول الوقت يلي بيقعده معنا الطفل سواء كان بجلستين او ثلاثه اسبوعيه يختلف تماما عن الساعات المتواصله يلي عم يعيدها بالبيت، ودائما بننوه على انه الالكترون هو ضرر كبير للطفل، فنحن نحاول نبعد شوي الطفل عن الالكترون او نحاول نكون رفقاء له. قد ايه بتشوفي دكتوره الوقت المناسب انه نحن نعطي الطفل مجال انه ممكن يحضر تلفزيون او حتى موبايل، لانه اليوم ما فينا نحطه بمعزل كامل طبعاً عن أكيد هذا أكيد الموضوع للاسف. يعني هلا دائما توزيع الفقرات والفترات اليوميه، يعني اليوم نحن ما فينا نقول لولد لا ما في موبايل طبعاً، ولكن بدل ما يقعد ثلاثة او اربع او خمس ساعات على الموبايل ممكن انا احاول ازرع له اياه بزاويه معينه، ما يكون هيك لانه نحن ما بدنا ننسى الفقرات تبع الرقبه، عم يصير عندنا ديسك، عم يصير عندنا مشاكل صحيه حتى بالنظر تماما. وبتلاقي اغلب الاطفال هلا عن جد اذا بتنتبهي هلا حاليا اغلب الاطفال من عمر 3 سنين ل 6 سنين عم تشوفيهم بالروضات او بالمدارس حاطين نظاره، لانه انا طول النهار على الموبايل فصار عندي نقص بآلية النظر، او ممكن يكون عندي حتى الادراك السمعي ضعيف لانه انا طول النهار بدوجي 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 فصار الادراك السمعي عندي ضعيف. فانا بدي غذي البيئه السليمه للطفل دائما، انه مثلا بدل 4 ساعات ممكن نص ساعه باليوم تلفزيون، دائما فقره التلفزيون هي بعيده عن الطفل، يعني اكيد ما راح يكون يعني بوجه ملاصف مباشر للتلفزيون، فممكن تلاقي ممكن قاعد على الصوفة عم يتابع التلفزيون. والأفلام البرمجة تبع الأطفال دائما هي معززة كانت سابقا، يعني نحن إذا بنرجع لأطفال للبرامج الأطفال سابقا كانت بتعزز الأسلوب الحياتي أو بتعلم. هلأ نحن بنشوف أفلام الأطفال هي ضرب وخبط وإنه قتال وأسلحة وسخيرة، فهون بتلاقي الطفل وهو الأطفال بشكل عام بالذات الصبية بتحب هاي القصص، يعني البنت قاعديه على مع لعبتها 20 ساعه هي قاعده، ولكن قاعديه مع افلام كرتون ضرب لا ما بتتحمل يعني، ولكن الصبيه ايه. فنحن نحاول نبعدهم عن العنف قدر الامكان المشاهد يعني. طيب هل هيك شوي توصيات للاهالي سمعنا من حضرتك، خلينا نزيدهم بكم نصيحه، ولكن كنت بدي اسالك اليوم الشخص اللي تربى على بمحيط بيحمل له العنف ان كان الجسدي او البدني واليوم تعرض لاضطراب بالنطق بالكلام، ممكن ما يتعرض ولكن يأثر بشخصيته بشكل آخر، اليوم نحن كيف قادرين نميز أنه هذا الشخص كان في بيئة غير سليمة أو غير خلينا نقول كلها تعنيف؟ هلا بعلم النفس نحن في شيء بنقوله فاقد الشيء لا يعطيه، ولكن بالحياة صرنا نشوفه أنه يعطيه وبشدة، مو بالضرورة اللي يتعرض للعنف وهو ما يعطيني المثير على كبر لا، ومو بالضرورة كمان اللي يتعرض للعنف يعطي. هون نحن بنقول بنعرف نحن من خلال الجلوس المستمر، نحن حكينا انه نحن بالجلسات العلاجيه في شيء اسمه جلسه سرد وحوار، انا في عندي جلسات اسمها دعم النفسي، فانا قبل ما بلش علاج انا بدي افتح هي الاوراق اللي مسكره عنده، بدي احاول افتح المجلدات الموجوده عنده. هو هون فجاه بتلاقيه راح للمشاكل اللي موجوده عنده، يعني فجاه بتلاقيه عم يسرد السلبي قبل الايجابي، انه انا امي عملت كذا، ابي عمل كذا، مره ضربني، مره يعني تلاقيه انه عم يسرد الشيء السلبي اكثر من الايجابي. فانت هون تلقائيا رحتي للسبب والمشكله، فانت هون اكيد عرفتي السبب المسبب للآلية. تمام، كنا نشكرك كثير دكتورة على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، اكيد ما فينا نكون بمعزل عن المحيط اللي عم بيصير معنا، لكن نكون شوي على قدر الوعي ونقدر نحمي اطفالنا قدر الامكان. كل الشكر لك دكتورة. حبيبة قلبي، شكرا لك. شكرا لك ولكل المعلومات، وان شاء الله هيك دائما نقول الصحة النفسية لكل اطفالنا يربوا اليوم ببيئة يعني تخلي تكون تعويضية شوي عن الظروف اللي عم نعيشها. شكرا لك.